الإنسان يتصور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتصور الصباح، يتصوره، يتخيله، يتمثله، يتجسده ولو بصورة دورانية. هذا نفسه يسهم في صناعة شخصية الإنسان، نفسه راح يمنعه من المعصية إذا كاد أن يقترب منها. نفس هذا التصور يتصور ضريح الإمام الحسين عليه السلام، يتصور الكعبة المنورة، يتصور كتاب الكافي الشريف، هيك يتصور بدل ما يتصور فلان كتاب الحادي.